سبحانه مسرورة بوجودكم معنا، لأن هذا دعم لنا كبير جدا جدا. فهذا اليوم اللي هو طبعا نفتكم فيه الحمد، ولكن هو الاختتام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من مكتب الجمعية اللي هو مطورة، ففيها طبعاً 11 سنة، ولكن بالنسبة لحمل السرطان كان السرطان الثدي قبل المجتمع، فعملنا أصل يعني الحمد لله. لكن المهم أن الدورة عملنا في دولة طارية نقول احنا راضيين عن نفسنا، لان احنا جمعيتنا توعية والتثقيف والارشاد الصحي لتوعية المرأة منذ سن البلوغ الى ما قبل الجواز الى اثناء الحمل الى فترة الولادة ما بعد الولادة، طفل حديث الولادة للمرأة لسن الامان. فكل طبعا اللي هو ان احنا هدفنا ان تكون أمومة آمنة وجيل خالي من التشوهات والعهات الخلقية من خلال توعية على كل الأمراض، الوقاية من كل الأمراض، ولكن تركيزنا دائما على المرأة اللي هي مثل الرضاعة الطبيعية، طبعا دورات اللي ما قبل الجواز على طرف الجواز، في أثناء الحمل، في أثناء الولادة، ما بعد الولادة، يعني النفس، يعني احنا نقوله ما بعد الولادة لطفل حديث الولادة، لأن هذا كله يحتاج لعناية مركزة. فأكثر تركيزنا على هذه الفئة اللي هي لرعاية الأمومة والطفولة، ولكن التوعية في جميع المجالات الصحية حول الأمراض والوقاية منها. بالنسبة للتوعية أينما وجد التوعية إحنا أمرنا عليه الأطباء المتخصصين التوعية، وخاصة طبعا فريق الجمعية والداعمين في الجمعية. يعني العديد وحنسدهم إن شاء الله رعاية الأمومة والطفولة هي من ضمن أهدافها، وممكن بعدين لما شوف بالنسبة لي طبعا جميع الحملات اهتمامة بالوقاية ومن الأمراض. يلا تنعمل استلام الزرع العالمية في ليبيا. مهدي الأمين وزير العمل، شكرا.